مرحبا بكل اللي بتابعونا عبر شاشة الروعة والجمال فضائية الشروق. نسعد بجديد اللقاء في لا يمل. ولا يمل هي فكرة برنامج لواحد من المشاهير في بلادي نغوص في أعماقه ونتونس معه، وزي ما بنقول في كل حلقة الونسة هي ونسة عادية جدا قد ما يتطرق لها في وسائل الإعلام الأخرى. نتونس معه في بيته، في بيتنا، في الشارع، في المناسبات. ضيوفنا بيختلفوا في شهرتهم وفي مجالاتهم. نحن نسعد في هذه الحلقة، ودي حلقة ذاتها أنا بحتبرها يعني متفردة في نوعها وفي مضمون إن شاء الله، في ضيف نراهن عليه لا يمل، هو الشاب الإعلامي المعروف محمد عثمان الشيخ. مرحبا بك يا أبو حميد، وأنا مبسوط والله إنه أنا أكون معك. أول حاجة أقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت قافل على $100 اللي دينتك لها قبل ما تمشي أمريكا، بعد ما جيت السر أجيك لي 20 يوم ما رجعت علي، فأنا دائرة ناشدة كسي معانا السادة المشاهدين إنه ترجع لي قروش $100 سفرتك به. يا سلام يا أخي، والله الزمن ده تلقى لك زول يذكرك ديونك عشان تمرق من حساب ربنا، دي ذات نعمة كبيرة. بعدين أنا أول يعني لغاء أنت تعمل لك لغاء مع زول مذيع، أنت عارف زي الدكتور اللي ادوه حقنة، وأصلا الدكتور ده بيكشف على الناس وبيدونه الحقن يقوم يضعنوه ذاته. أنا هسه دي ما عارف يعمله هو جايب لنا ولا أعمل أنا وجايب له. والله محمد أنت أي حاجة مشيت فيها عبرت فيها ما شاء الله عليك. يا ربنا يديك العافية. والله يعني حتى محل الموبايلات اللي عملته ما شاء الله عبرت فيه. والله لكن يا أخواننا أنا يعجبني زول اللي بيقول الحاجة فيه وفي الناس. محمد عثمان اسمك بالكامل؟ أنا اسمي محمد عثمان الشيخ مصطفى البكري. بس وما تزعلني أكثر من كده إلا إذا عليك أبوي وعمي الحافظ أكثر مني الله يرحمه. الله يرحمه. أبوك قاعد يوريك الأسماء دي؟ أي طبعا بيورين. أبوي حافظ أكثر مني يعني في الحاجات دي يعني. وعندنا عمنا الله يرحمه الشيخ العبيد برضه هو ده حافظ الحاجات كلها يعني لأبعد من البكري ده حافظ. فيحب يقول لنا أولاد البكري. طيب الأنساب في العائلة بتحفظها؟ ده خالك منو؟ أولاده منو؟ مرته اسمها منو؟ أو أبوها منو؟ أخوانه منو؟ والله يا محمد أنا أكثر زول بسمع وأكثر زول ما بحفظ. يعني أنا في زول واتخالت أبونا باللفة كده، المهم كل مرة بيجي بيشرح لي القصة وكل مرة بسمع له لما نكمل وبسمع عليه المرة الجاية بيعيد لي تاني. يعني انتقلت عدوى المدرسة للنسب وللأهل وليه؟ والله كثير يا محمد، يعني حاجة ما طبيعية بالمناسبة. أنا أكثر زول بسمع وأكثر زول ما بحفظ. طيب محمد عثمان، البداية بتاعت الشهرة كانت متين؟ البداية بتاعت الشهرة في الحلة. أنا كنت بقدم البرامج في الحلة بالمناسبة، كنت بطلع المسرح وشليق جدا في المسرح. في الحلة زول هادي جدا، بطلع المسرح ده بالشارع، ما أشوف لي ميكروفون حايم كده. بجي بقدم يقولوا نادوا محمد ولد عثمان ذاك يجي يقدم لنا البرنامج. وعلقت على كورة، جيبوا محمد ولد عثمان يعلق لنا على الكورة. في تأبين في الحلة، جيبوا محمد ولد عثمان يعلق على التأبين. أنا بداياتي كانت في الخلوة. محمد ولد عثمان زي الصيوان. طبعا، قاعد في أي حتة. نعم. قالوا يا أخي أنا كنت في الخلوة، والخلوة هو شيخنا ده هو اللي قال لي يا أخي أنت لازم تمشي التلفزيون طالما أنت هسي قاعد كده وما شاء الله أنا شايف فيك الموهبة تمشي. فدفع لي قروش الدورة التدريبية 150 جنيه كانت. هي كانت الدورة ب 300 جنيه ودفع لي 150 جنيه. ده شيخنا في الخلوة يعني في الرميل. نعم. بديت طوالي من أيوة كان بيودينا برنامج المسلم الصغير في التلفزيون السوداني. طيب ده الشهرة على نطاق الحلة على النطاق العام. هو بمشيتنا برنامج المسلم الصغير ده. نعم. بنمشي برنامج المسلم الصغير، بنمشي الإمام ايناس في جنة الأطفال. أنا في حاجة عجيبة جدا، أنا مرة كنت في واحدة من المعاينات، طبعا أنا أكثر زول خشيت معاينات، كنت بخرم للمعاينات. معاينات إنك تكون معاينات إنك تكون مذيعة. نعم. الغنوات دي كلها حمتها وكلها ما شالوني فيها. أنا مرة في واحدة من المعاينات كانت في زميلتنا تسابيح الله يديها الصحة والعافية كانت موجودة. الله يديها الصحة. تسابيح كانت هي في جامعة الخرطوم وأنا في جامعة السودان، فكانوا في شباب في جامعة الخرطوم بيجي بسوقوني من جامعة السودان أجي أقدم لهم برنامج في جامعة الخرطوم. نعم. فمرت لمينا في معاينة كده، أنا كنت قاعد جات تسابيح دلوقتي ذاك أنا ما بعرف، جات قلت لي يا أخي أنت مش قاعد تيجي تقدم عندنا في جامعة الخرطوم؟ أنا طوال استعدلت في كسبت لها وين أنت ذاتي خلاص، حسيت أن أنا زول بقيت معروف ومشيت هناك الوقت ذاك أنا هي شالوها هي في المعاينة ده أنا ما شالوها في الوقت ده. نعم. فوبعدها تاني برضو شالوني في مشيت لي معاينة برضو، فقال لي يا أخي أنت مقنعت من القصة دي؟ قلت لهم والله مقنعتها. أنت مش جيتنا هنا قبل كده؟ قلت لهم ما جيت. خلاص أحسن تشوف لك شغلة تانية غير القصة دي. يا سلام. فتفضل أمشي يعني.
ففي واحد كده جنبه كان قاعد قال لي يا اخي لا 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 انا زول ده معجب بصوته كده خليني اسمعه. فبعد ما قريت فهو كان خات يده كده قال لي انتهيت؟ قلت لا انتهيت شكرا المعاينه انتهت. طيب فبس والوقت ده كان شاد لي بدله والله حقت اخوي جا من الكويت جابه معاه من الكويت وخليته منه واسي خلاه يعني خلاه عندنا في البيت والجزمه برضه ما كانت حقتي. كل المعاناه وكل الاحباط ده طلع محمد عثمان الشيخ. انا لما شالوني في القناه اللي انا اشتغلت فيها اول قناه النيل الازرق بحيي كل الزملاء انا كنت ساد خدمه في كشك في بسطام لشامل ساد خدمه كنت يا سلام كنت بخرم للمعاينات بضرب للاستاذ لؤي بابكر صديق اسمع ما عندكم معاينه قريب فبقوم بقول لي يا اخ ما في وكل كنت كل مره بذكره اسمع انا محمد اجيتك في يوم كده ولا عملت لك وسويت لك ففي اليوم ذاك عندي قميص عاجبني شديد خلاص ما بطلعه طوال فمشيت قمت قلت له يا اخي في معاينه قال لي الليله في معاينه يا تحصل يا ما تحصل فطوالي سلمت لبسي وحاجاتي للزول المعايده قلت له يا اخي انا بس بمشي الغنى وبيجي مشيت البيت لقيت الكهرباء قاطع اولع فحم عشان اكوي القميص لقيته صعب سخنت المكوبه البوتاجاز وطلعت القميص اللي ما بطلعه في اي وقت بقيت بكوي بطرح في القميص لبست القميص ده ومشيت وديك المعاينه شالوني فيه يا سلام يا والله ده شيء جميل يا طيب منو من زملائك او ابناء جيلك كده من المذيعين انت معجب بادائه او تمنيت تكون يعني لو قالوا لك انت هو ما بتكون زعلان يعني تتمنى انك تكونوا يعني الطيب عبد الميت ده استاذي وبحس انه هو زول ما شاء الله عليه الطيب عبد الماجد سعد الدين حسن والقائمة تطول يعني محمد أنا قدر ما أقول لك أنا معجب بأي زميل وبتعلم منه أي حاجة وأنا بحضر برنامج أي زميل أقعد في التلفزيون لو قعدت أتابع بتابع أداء المذيع زميلي شغال عشان أستفيد منه واستفيد من الحاجات اللي هو بيعملها يعني. حريص إنك تتابع أعمالك كلها تشوفها طبعا يعني وحريص بعد ذاك أسمع ردود الأفعال يعني ردود الأفعال حول البرنامج إنه سلبا ولا إيجابا الزول اللي بيشكرك وبينتقدك يعني سلبا يعني فانا حريص جدا انه انا اتابع الحاجات واتابع واقول وما ليه يوم الليل انا ما حصل مره وعجبت بحاجه انا قدمتها انا تابعتها في التلفزيون بحيث انه ده شنو ده يعني انت مفترض كانت تكون احسن من كده اذا ضحكت ضحكه ما ياها سالت سؤال ما ياه اتعاملت مع ضيف بطريقه ما ياها فاول حاجه انا بنتقد واول راصد لحاجاتي الوالد الله يديه الصحه والعافيه يديه الصحه الكلام اللي بتكتب في الجرائد الفقرات هو اللي بيشوفه وهو اللي بيتابعه يعني علاقتك بروحك كويسه شديد والله بس بعد ما انت جيت من امريكا انا ما لاقيك والله لانه انت شاغلنا شغله شديده خلاص محمد ما مدينا فرق انه الواحد يقعد مع روحه فانا حريص جدا اقعد مع روحي بنتقدها بجلدها شايل صوت عنها جواي يوميا شايل صوت جواي انا نعم الزول المقصر فيه الما متواصل معاه بحس روحي انه انا جيت على زول تتجلد طوال النفس طيب مشغوليات كثيره وبرامج كثيره وارتباط بالقنوات الحله وين انت هل في كل مناسبه موجود لازم توصل لازم تعتذر لازم كده طبعا انا لازم اكون قاعد وناس الحله برضو يكونوا حريصين يعني انه يكلموك اذا في سمايه في الحله لازم انت تكون عارف وتي احيانا بيحصل التقصير يعني زي حالك زي حال كثير من الناس اللي بيشتغلوا في الوسط المربوط دائما بالانشغالات الكثيره بيحصل تقصير لكن طبعا ما بكون عن قصد الاسره الكبيره اسرتي الكبيره اسره الرميله واسرتي الكبيره برضو نايل غرب الحصحيصه انا من المنطقتين ديل يعني فبكون حريص انه اذا حصلت حاجه الواحد يواصل يواجب ان الناس لكن مرات بيحصل التقصير يعني وعفوا لنا يا اخواننا الدنيا رمضان كان قصرنا في حق واحد منكم يعني علاقتك بالزملاء بتواصل معهم طبعا في افراح في اكراه ما الا ما اسمع بس سمعت اصل طوال ما في طريقه علاقتك بالمطبخ كعبه شديد انا احسن زول بيعمل شاي احمر احسن زول يعمل شاي احمر غير كده لا هاي وقدر سيرمس واحد اذا كثرت الموضوع ممكن يفشل يمكن يضرب يعني ممكن ما تشربه ممكن يكون حنضل بس يعني زي الطقاق عقرب
ما في طريقة، بس سيرمس واحد كده زبطت زبطت، ما زبطت والحاجة دي زيادة السيرمس دي توفيق إلهي. يعني ما عنده علاقة بإنه زول خبير شديد في القصة دي ولا لا. في البيت مرتب ولا مزعج؟ والله يا أخي كنت مرتب، هسي مزعج. زمان كنت مرتب، زمان أنا أيام الجامعة، أيوة أيام الجامعة، أنا يوم الجمعة الصباح ده ما بتفاهم مع أي زول، لازم هدومي دي كلها أطلع من الدولاب أغسلها وأكويها، ده بكون برنامج، بكون مستمتع، أنا مشغل مكوة الفحم وبكوي يوم الجمعة، حاجة آخر حلاوة. هسه بقيت شوية كده مهم كده. نعرف الجوطة الحاصلة في البيت دي، لكن ما تمشي بعيد، نطلع فاصل وما مرحبا بكم من جديد. نتواصل معاكم في لا يمل، وضيفنا لا يمل هو الإعلام الشاب محمد عثمان الشيخ. محمد عثمان، كنت منظم أيام، الآن الجوطل في البيت دي، هل وجود الأولاد معاك ولا بقيت يعني تتكل عليه غيرك في أنه يرتب البيت وانت ضامن الحتة؟ والله كل الحاجات دي يعني بتدخل في الأسباب، أنه أنا بقيت منشغل شديد كده، يعني في حمل أنت كنت شايله شالوا عنك ناس تانين، فبقيت أنت خلاص يعني مرات بتكون كيرلس كده يعني في الحاجات يعني. وناسي كيرلس. علاقتك بالحيوانات، بتربي حيوانات؟ والله عمار أخوي، عمار ده أنا داري حيو، عمار ده أخوي الأكبر مني. عمار ده في البيت ما مخلي ليه، كان زمان عنده مربي غنم، مربي عندنا قفصيدات ضبحنا كله، بعد ده جاب لي عصافير أيام انفلونزا الطيور طيرناهم كله كويس. هسه عمار تاني مش عمل قفص، جاب واحد واحد، وولدن هسه بيقى عنده قفص كبير ما شاء الله تبارك الله. فحاجة عمار أخوي أكتر اهتمام بالحيوان. بتخاف من شنو في الحيوان؟ أنا والله يا محمد أنا ما في حيوان بخاف منه كده يعني. يعني في ناس الكلاب مثلا ما عندهم بيع علاقة مثلا، الضب القعونج شنو ما بعرف، يقول لك الشارع فيه كلب أنا ما بمشي. لا أنا بخاف من القعونج، أنا بقيت محمد موسى خاف من الضب، أنا بقيت محمد موسى برضه، محمد موسى هو اللي بخاف من الحاجات، أنا ما بخاف منه خالص يعني. إلى حد كبير ما بحب أتعامل مع الفيران، إلى حد كبير ما خوف، لكن ما بحب. ما بتحب وجوده؟ بعافه ماي، ما بحب. طيب محمد عثمان لو ما كان ناجح في الإعلام، كان شنو المهنة أقرب مهنة لك كده أنت بحسب معرفتك بروح؟ والله أنا جيني كورة، كان أنا كرعي حفن بالمناسبة من الجري ورا الكورة والحياة، كنت ألعاب شديد خلاص. اي صح، كنت لا ما سمعناك منتخب الناشئين، كنت العاب كنت ارتكاز خطير والله في الحله، على مستوى الحله يعني. نعم والله كنت مشيت، وكنت حتجيبني في الحته دي كلاعب كوره يعني، لكن ما كمذيع. كان حتكون لاعب كوره. انا قريت كيمياء بالمناسبه، لان احب الكيمياء جدا، انا خريج كيمياء جامعه السودان، احب الكيمياء جدا. محمد عثمان، اكثر قروش مسكتها في يدك، ما حقتك الدوك لا توصلها، المهم قروش قبضتها كده في يدك مبلغ كان كم؟ أكتر قروش اللي حاخدها منكم انتوا هسه أكتر قروش انا متاكد انه انا حاخدها. نعم. عندي احساس قوي جدا اللي حاخدها منكم في البرنامج ده. لا ما ادوك لا اجر، قروش قال لك وصيله بيت ورثه بيعته حاجه، المهم قروش ما حقاتك ان شاء الله، بس قبضتها في يدك، أكتر مبلغ مسكته؟ والله بس من غير ما تسالني كم، يعني هي قروش حقت ابوي، حقت ابوي اكثر قروش انا شلت. يعني اكثر قروش جات في يدك دي كانت حقت الوالد، حقت ابوي خالص، لكن ما قروش شغل، ما قروش. لا 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 يعني نحن كنا دايرين نبيع بيتنا وكذا، ف اكثر قروش كانت حقت الوالد يعني. طيب محمد عثمان لو قلت لك ترجع 10 سنه، ده شيء افتراضي طبعا ماشي منطقي، 10 سنه يعني 2008 طيب. ولا 2018 افضل لك يا تو؟ والله افضل لي 2018 طبعا. 2018 ولو قدر انك ترجع 2008، في قرارات ممكن كانت تاخذها يعني ما اخذتها دخرت فيها؟ طيب. 2008 نعم، يعني لو رجعناك 10 سنه قلنا لك في حاجه تصلحها في حياتك دي، بقطع علاقتي بك انت. انا جادي بالمناسبه، بقطع علاقتي بك انت. يعني لو قدر انه انا ريحتها وقال لي قرار انت حتتخذه، انه اقطع علاقتي بمحمد موسى. 10 سنة محمد موسى ما كان موجود أصلاً ذا. لا أنت كنت موجود. 10 سنة نحن في تامنا، لكن نحن طبعاً أول دفعة دخلنا تامنا يعني. أنت الوقت ده. أي استغفر لأنه الدنيا رمضان. نعم. الوقت داك عثمان كمال كان مين ذاك. طيب محمد عثمان يعني
لو زول قال ليك كي تغيرتها الكلمة دي بتأثر فيك؟ كعبة شديد طبعا، ما بحبها خالص يعني، وبتمغسك من جوا كده يعني، لأنه أنت بتكون عارف روحك أنك أنت ما تغيرت يعني. أو والله مرات برضو عشان ما نظلم الناس، في مرات أنت الناس بتفسر مشغولياتك الكثيرة دي إنه يا أخي أنت زمان ما كنت متوفر وقاعد للناس، وأي حاجة أنت مرات بتكون قاعد فيها، مرات لما تحصل انشغالات كده وما تصل الناس، فالناس بتبدأ تفسر حاجات زي دي إنك أنت تغيرت وافتريت وبقيت شايف روحك وبقيت وبقيت. أنا عندي قصة كده عجيبة جدا. بمشي الرميلة أحيانا، عندي صديقي يعني هو بيكون معي طوالي، فأنا متعود إنه لما نكون راكب العربية فلازم ألي زول ألقاه في الشارع أضرب له بوري أسلم عليه، وكان هو شافني كان ما شافني. من ناس الحلة. من ناس الحلة، ما خلاص عارفين دي عربية محمد. فعودت حتى صاحبي البيجا بيكون سايق معايا العربية، أنا مرات هو بيمشي الحلة وأنا ما بكون فيه، فهو بيكون من باب الشارع من بداية الحلة بيشيل يضرب في البوري لناس الحلة، سلام عليكم سلام عليكم، لأنه يكون عارفين إن دي عربية محمد يعني. فدار حيو زميلنا وصاحبنا غسان يعني. يا أخي ربنا يدي والعافية. وأنا بسأل تاني كلمتي يعني، كبرت بتخوفك؟ زول كبرت كده مالك؟ مثلا زول قريبك، صاحبك، أهلك، ولا زول ساي من الناس اللي بيعرفوك يعني ولا معجبين بك؟ أنت لما جيت من أمريكا وقالوا لك ضربك ما خفت؟ أنا والله بخاف السكر. وفعلا في حاجات كده بتخوفك. لا، الحاجة اللي بتكون ما في زي المرض ده بخوف، مثلا يقول لك أنت مالك عيان، دي حاجات بتخوف. لكن الكبر يعني، أنت لما يقول لك كبرت لا 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 خالص ما خالص، والله والله ما بخاف خالص ما بخاف. طيب الشائعات بتقلق بك؟ بتتعبني شديد، بتتعبني لسبب واحد. لأنها بتتعب أبوي يعني. يعني أبوي ده بيمشي كشك الجرائد، فالزول اللي بيبيع له الجرائد بيكون وراه إنه محمد جايبين كلام في الحتة الفلانية عن محمد ما تعرف شنو. فأنا ما بتتعبني لذاته يعني الشائعات، لأنه في النهاية الواحد واثق من روحه من حاجات يعني. لكن بتتعبني لأنها بتتعب الوالد، والوالد نوع الناس الحساسين شديد يعني، ما بيرضى فينا أي حاجة. كلام يتكتب، كلام سمعه، كذا كذا، ما بيرضى الحاجة دي. فأنا شائعات ما بتقلقني لذاتها نفسها، لكن بتقلقني لأنها بتتعب الوالد شديد يعني والأسرة يعني. طيب لو في زول قال لك انتهيت انت ما زي زمان يا أخي؟ والله كلمة محبطة شديد بالمناسبة. طوالي مفترض تراجع روحك وتقعد مع روحك تشوف انت مالك ما زي زمان يعني. يمكن يكون هو قال ساكت. نحن بالمناسبة يا محمد في مجتمعنا البعض منهم يعني مصدر جيد جدا للطاقة السلبية يعني. يعني ماله هسه محمد ده ما شاء الله يعني بقى وزنه مثالي وكده وشنو؟ ما في داعي اقول له يا اخي السكري ضربك ولا كده. ليه يا اخي ده ما حاجة ما صح وحاجة كويسة شديد يعني. انا ما في داعي اقوم اصدر له طاقه السكري ذاته مشكله يعني. طبعا لا، ما هو مرض وصاحب للناس وكده ومرض موجود يعني. طيب انت لو لقيت نفسك اسمك في جريده ولا كده بتكون حريص تعرف، او سمعت صوتك في كلام بتكون حريص تعرف انه اتقال عنك شنو اللي كتب عنك شنو؟ طبعا طبعا لازم تعرف. ايوه، رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، سيدنا عمر بن الخطاب قال الكلام ده يعني. في النهايه بتكون حريص انه الكلام اللي اتقال ده سلبا ولا ايجابا فيك، هل حاجه بتنفعك ولا حاجه بتضرك. بعد ذاك انت بتقيم يعني. هو ده انت الكلام اللي قاعد تقوله فيني كثير يعني، قاعد اشتغل بيك ما قاعد اشتغل بيك يعني. طيب في ناس كثيرين بيقول لك يعني انا عندي اعداء وانا عندي ناس بيحسدوني، وانا عندي في مسيرتك حسيت في ناس ممكن دايره يعني تكسر مقاديفك، او ناس بتشتغل ضدك، او كده باحساس سايجاك تجاه ناس بغض النظر عن ذكر الاسماء يعني؟ في. طيب بتحسها بشنو؟ بتحسها بالتعامل، بردود الافعال، بكذا. احيانا طبيعه النفس البشريه يعني، دي في النهايه غرائز في البني ادم يعني. في الزول ما بحب نجاحك، اللي بيتمنى انه نجاحك ده يكون له. انا معترف في مجالنا ده بالغيره ومعترف بالغبطه، لكن الحسد قاعد اشوفه حاجه بطاله شديد في مجالنا. انك انت تتمنى زوال النعمه الموجوده عند زميلك، دي حاجة صعبة شديد. وبتمنى إنها ما تكون في وسطنا ده. طبعا دي من سابع المستحيلات يعني، إنك أنت ما تلقى البعين لك بعين حاسدة يعني، وعين راصدة كمان. لكن في النهاية الله كريم يعني، والله حافظ. البداية بتاعت الطريق كانت بداية وعرة جدا، بداية محمد عثمان في إنه يوصل لإنه يبقى مذيع وكده. تفتكر إنه يعني
المشاكل تابعتك لحد المسيرة الآن يعني في ولا أنت انطلقت تاني بنجاح ساهل؟ لا لا في مشاكل بتتساقط بمرور الزمن وكل ما الزمن مرة أنت بتلقى في مشكلات زيادة. في مشكلات أنت زمان كنت شايفها كبيرة أسا أنت شايفها مقارنة بالمشكلات اللي بتكون موجودة أسا عندك دي مشكلات يعني عادية نعم سهلة جدا أنك أنت تتجاوزها. بمرور الزمن بتحس أنه في مشكلات أكبر في حاجات أكتر فلكن عادي يعني. طيب كريم. لو اديتك فرصه تسال نفسك سؤال تجاوب انت شنو داير تسال يعني مثلا شنو طموح محمد عثمان شنو الغادي مع محمد عثمان هل راضي عن الشيء اللي قدمه محمد عثمان لحد الان يعني اسال نفسك اي سؤال انت داير طيب اذا سالت نفسي حاسال نفسي اقول لا يا اخي انت حققت كم من الحاجه اللي انت داير تحققيها ممتاز الاجابه نعم 5% أنا من الحياة اللي خدتيها لروحي أنا حققت منها 5% بس وبلوم نفسي إنه أنا ليه ما خدت جدول زمن عشان أحقق كل الحاجات يعني. إن شاء الله الله كريم والله أنا فورة مليون سعيد بيك كثير لكن دايرك تقول لي كل زول بيحب محمد عثمان وبشوف محمد عثمان دايرك تقول له شو أنا أحبكم جدا ومقصر في حق ناس كثيرين العافية تبرى أي زول بيشوف محمد عثمان قاعدين نغلط كثير مرات نحن على الهواء والواحد مرات بيتخذ قرارات ربما تكون ما مرضية ليكم أعفوا مننا ونحن إن شاء الله يعني هنكون على العهد دائما والوعد ودار أقول إنه تابعوا برنامج محمد برنامج أسئلته زي الكشة كل مرة يا أخي بيسأل في سؤال بيسأل سؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال فأنا دار أحيي محمد موسى وأرجوكم تتوسطوا لنا في دين القروش الدارنا منه يا أخي أنا سعيد تماما والله بوجودك أستاذنا وحبيبنا وأخونا والصديق العزيز الغالي محمد عثمان الشيخ نورت كرسي لا يمل وإنت ضيف لا يمل نراهن عليه دائما إنه الضيف الذي لا يمل نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بمحمد عثمان الشيخ حتى جديد اللقاء دمتم في أمان الله.